السلام عليكم، حيا الله الشباب. اليوم الرابع والخامس من تخفيضات ستيم. اليوم بطرق لشيء جديد واحاول ان شاء الله استعجل في الموضوع، شيء جديد للبحث عن العاب كثيره، لان اغلب الشباب يناظرون الصفحه الاولى فقط اللي موجوده فيها التخفيضات. هاي الصفحه الاولى فقط فيها الالعاب البارزه او اللي اختارتها ستيم او الناشرين، يعني اعطوا ستيم يطلعونه وغيره. في العاب كثيره 75% من تخفيضاتها، لكن خلف هذه الصفحه، خلف هالجدار اللي تشوفونه قدامكم، فنشوف كيف نطلعها وكيف تختار العاب انت بيها او تدور على العاب. نشوف الان اول شيء، لو مرينا على التخفيضات الموجوده زي ما قلنا 10 العاب 10 العاب، الطقه القديمه اللي قلناها وكررناها. لاحظوا في لعبه مختفيه هنا، اكيد انها من العاب روك ستارز، الله اعلم، او العاب اللي تكون ما تطلع عندنا بسبب الاي دي وانها ممنوعه من النشر ولا خرابيط الفاضي اللي عندهم. طيب، بشكل سريع جدا، اليوم الرابع والخامس، نبدأ باليوم الرابع. هذه الألعاب اللي كانت موجودة في اليوم الرابع. استراتيجي توتال وور شاوغن 2، يعني بننزل روم 2 قريبا إن شاء الله. خذها كاستعداد مثلا، وإذا كنت تحب الألعاب الاستراتيجية بالذات اللي هي قديمة وتعتمد على استراتيجية وسلو، يعني بطيئة في انك تبني جيش، لان جيوشها كبار جدا يعني، وتنظيمات كبيرة وتحرك كتيبة كاملة مو كافراد، فهذه موجودة عندك اذا حبيت تجربها، وعليها تقييماتها عالية جدا والشباب يلعبونها، وفي موضوع مثبت في المنتدى يتكلم عنها، فهذه موجودة عندك. هيتمان طبعا لعبة تجسس، طبعا لعبة تجسس ترى قليلة جدا اللي مثل هذه، انك تخفي الجثة وتشيل وتغير ملابس وما عارف ايش، زي سبلنتر سيل. طبعا سبلنتر سيل الماضية يقولون انها لفت شوية عن طريقها المعتاد، فهذه تعويض، غير انها بينزل سبلنتر سيل ايضا الجزء الجديد ان شاء الله في القريب العاجل. فول اوت نيو فيجاس طبعا من الالعاب اللي معروفة انها هي دمجت الار بي جي وحركات ار بي جي وتطويرات وغيرها وطريقة القتل في الفيرست بيرسن شوتر، فايضا هذه تقدر تاخذها وتقييماتها عالية وتخفيضها جيد يعتبر، والجزء هذا قصير وله طويل جدا وقصته جميلة يقولون الشباب، لم اجربه، لكن هذه من متابعتي لاخبار الجيمز اول باول، احاول فيديوهات وغيرها فيصير عندي خلفية عنها، فهذا اللي احب اوصله لبعض الشباب. اما اللي اتكلم عنها زي هيتمان وغيرها فهذه انا جربتها شخصيا. ارمتو معروفة، هذا الجزء طبعا الاصلي، لكن ايضا الاجزاء اللي معه ايضا مخفضة، الاجزاء اللي معه مخفضة، دائما هذه ملحوظة بعد، اذا شفت جزء مثلا زي توتال وور ادخل عليه تشوف الاضافات وكل الاجزاء مثلا تبع توتال وور معها مخفضة، بس هذا الشيء البارز، فانت اذا في جزء او جزء شفته في مخفض ادخل عليه، زي مثلا لو جربنا بورتل 2، بورتل 2 لعبة مشهورة يعني اللي ما لعبها اللي ما لعبها يعني معليش انا اقولها الان، عندك ستيم ما تلعب بورتل 2، ما تلعب العاب فالف اللي هاف لايف، ففي خلل كبير في اختياراتك الالعاب، ما احترامي. بورتل 2 من اقوى العاب السنجل بلاير، الكواب، القصه، الاكشن، طريقه اللعب الجديده، الفكره المميزه اللي فيها، طبعا مو زي هذا اللي تشوفونه، هذا فقط طيب دخلنا عليها ليش؟ عشان اوريكم انه ايضا بورتال 1 لاحظ موجوده، فالف كومبليت باك، والله اللي عنده هذه بتعطيك متعه غير منتهيه، لكن بعض الالعاب بصراحه قديمه لما هي العاب، لاحظ كم التقييم، فتقدر تشتري بورتال 1 2، تقدر تشتري بورتال 2 2 باك عشان تلعب مع اخويك، لان الكوب حقه مميز جدا مميز جدا، فتقدر تختار، تقدر وين انا اذكر انه كان في بندل اللي هو اي هذا هو بورتال 1 بورتال 2، لاحظ بورتال 1 و2، لان القصه يعني فيها نوعا ما ترابط، لكن تقدر تلعب بورتال 2 مباشره عادي او بورتال 1 بس عشان تعرف ايش القصه بالضبط وش السالفه وكيف بدا الوضع. ولا هو ذاك يعني تعمق كبير، لكن في ترابط بسيط تقدر تلعب، هذا المقصد انك تدخل على اللعبه تشوف الالعاب اللي تابعها القديمه غيرها تقدر تشتريها مباشره وتشوف اصدقائك اللي يلعبون، بعد اذا شفت واحد تعرفه تقدر تضغط عليه بعدين تقول له تلعب معي لانك عرفت ان اللعبه عنده، خاصه في العاب الكواب، فدائما تدخل وتختار. فانا اقول لك بورتا 2 نصيحه يعني، وبورتا 1 لحق عليها، انا بقالها لبكره تقريبا الظهر او المغرب على حسب بدايه العرض اللي بعده.
ريمبر مي هذه اللعبة جديدة ما جربتها صراحة ولا ادري يعني، بس من الالعاب الجديدة، هذا المقصد اني اوصل انها العاب جديدة عشان كذا التخفيض عليها مو كبير، تقدر تشيك عليها وتشوف التقييمات حقتها. بقية الالعاب زي ما قلنا بورتا 2، بس بقية الالعاب ما اقدر اتكلم عنها لاني لا اعرف عنها شيئا. عندنا الكوميونيتي تشويز، اختاروا هاللعبة، اللعبة مميزة صح انها اندي لكنها لعبة كانها تريبل اي، يعني لعبة مميزة وجبارة بالبرمجة وغيرها. طبعا اللعبة اونلاين نية، لاحظ ملتي بلاير، تقييم عالي جدا، الشباب ماخذينها كثيرين ويتكلم عنها اكس اف اكس عمر طبعا كتقييم، وتقدر تاخذ فور باك او نعم تو فور باك او ان مع اخوياك، لان في العاده العاب الاونلاين تحط فيها عروض انه يحطونها في الباك وتكون ارخص بكثير. زي ما قلنا لعبه ملتي بلاير بين جيشين، واللي هم انتم عارف الوحوش وغيره، لاحظ هذا زي اللي تشوفونه في شاشه الفيديو الان، هو عباره عن وحوش جيش الوحوش او غيرها، لاحظ عندهم اللي يطلق وغيرها ويرسل الناس ويمشي والكاميرا وتعض وغيرها الاعداء، وايضا فريق البشر المعروفين باسلحتهم المعروفه وغيرها. فلعبه ملتي بلاير ويقولون فيها يعني استراتيجيه لعب وفيها ايضا جيم بلاي متنوع ضها زي الكمندر وتشوف وتخطط وغيرها. ف لاحظوا كيف يعني فيها اشياء قوية. أول ما نزلت تقريبا كانت 29 دولار أتوقع، والله ما أذكر يعني مكتوب 24 دولار تقريبا، يعني 25 إلى 6 دولار، أكثر من كذا ما بتلقى لعبة بهالتميز إذا كنت تحب هالنمط طبعا. وإذا أتوقع الملتي بلاير باقي عايش فيها بقوة، أتوقع ذلك. تقدر تشوف دائما هذه نصيحة بعد، تقدر تزور المنتدى حق اللعبة من هنا، المنتدى حق اللعبة يبين لك هل اللعبة عايشة في الملتي بلاير. تلقى أسئلة كثيرة يقول لك هل هي تستحق، هذا من أشهر الأسئلة دائما إذا كان في تخفيضات يجون الشباب يتكلمون هل هي تستحق الشراء، هل كذا، فتلقى مواضيع تتكلم عن هالشيء وتقدر تقيم هل أنت تحتاجها أو لا. لو جينا بسرعة، عندنا مترو بعطيها صوتي، هذه اللعبة عندي أساس انكريد، ما لعبها الصراحة من الجزء الأول كان عندي وحسيت فيه تكرار بعدين خليتها. ف خلنا ناخذ مترو بناء على لعبة جديدة، لعبة جديدة 40% صراحة تخفيض جيد. ميرو ريدج يعني من أفضل ألعاب الفريد بريسن شوتر اللي فيها طريقة لعب جديدة، طريقة لعب جديدة ومميزة. ولا تنسون اللي صنع اللعبة فريق دايس حقين باتل فيلد بايو شكل، المرة الثانية تجي ألعاب ثانية أتوقع هذه ستار وورز لعبة استراتيجية، بايو شك معروفة يعني وجت للمرة الثانية أو الثالثة الآن في التخفيضات. ألعاب اليوم اللي موجودة اللي نازلة في التخفيضات، كاسل كراشرز أشوف الشباب يسألون عنها كثير، لعبة كواب معروفة أونلاين ملتي بلاير نازلة على إكس بوكس تقريبا 5 سنوات أو 4 سنوات، المفروض تجي ارخص من كذا بكثير، اول ما نزلت طبعا كانت غاليه لكن الان مع التخفيض اتوقع سعرها منطقي مع المتعه اللي تعطيها اياها، خاصه اذا كان في احد يلعب معك من نفس الجهاز عن طريق تشبيك اي دي اكس بوكس اكثر من واحده، او عن طريق الملتي بلاير اذا كان معك احد. واكيد لو تدخل على الملف حقها الان تلقى نسخه ل4 اشخاص وتقدرون تتقاطون، تطلع السعر حتى اقل من 3 دولار الواحد، يعني تقريبا 12 ريال يطلع ب8 ريال كل واحد، واحد يشتريها وتعطونه الفلوس. هذا من الألعاب التجسسية المعروفة من شركة اي دي، طبعا من شركة دعم أكثر من شركة طبعا، اللي عفوا اي دي اللي هي خلني أشيك عشان ما ألخبط، أتكلم عن اي دي هي لها دور، وشركة سكايرم وغيرها اللي مسوي سكايرم اللي نعم عفوا اي دي ملخبط أنا سوري، ما هي داخلة في الموضوع ملخبطة انا، لان اي دي اصلا تجي معهم دائما كناش، هم ينشرون العابها بعض الاحيان. لعبة مميزة في نمطها، ولاحظ تقييمها 91 من الالعاب القليلة اللي في الاونة الاخيرة تاخذ التقييمات العالية، ترى التقييم هذه ما كانت تجي الا في الالعاب القديمة زي هاف لايف 2 وغيرها، في الاونة الاخيرة صارت التقييم تجي قليلة، يعني حتى يستغربون الشباب التقييم يعني يوصل لعبة 85 تطلع توب يعني. كيلن فلور اونلاين كواب ليفت فور ديد بس باسلحه جديده وطرق جديده وسرعه اخرى يعني، فيها وفيها تلفيل وفيها انك تجمع بعد يعني مهارات وغيرها، يعني هذا اللي يختلف، لكن ممكن تشوف فيديوهات عنها وتتكلم عنها. اللي بغيت اتكلم عنه هذا الشيء المهم، هذا الشيء المهم ركزوا زين الان، هذا الشيء المهم اللي اتكلم عنه الان. هذا القسم جيمز اللي فوق، جيمز تروح تنزل وتختار وش اللي تبي،
في العادة الأكشن هو الفيرست بيرسون شوتر، وفي العادة يعني، لكن تقدر تشوف وتشيك مثلا أكشن تضغط عليه، لاحظ تشوف الألعاب سواء الجديدة أو القديمة. تمام، المميز زي ما قلنا إنك تدخل على السبيشلز، هذا القسم اللي هنا، هذا يعطيك اللي في عليها تخفيضات حاليا، حتى اللي ما هي موجودة في الصفحة الأولى، لأن بعض الألعاب ترى عليها 50% 75%، بس ما تطلع ترى في الصفحة الأولى أبدا، وتنتهي التخفيضات وأنت ما تدرين عليها تخفيض. شيك عليها من هنا، شيك ألعاب كثيرة، لاحظ العشرة اللي بعدها وهكذا، شيك شيك وغيرها، وتشيك على الألعاب الأخرى، أو إنك تبحث من هنا، تبحث عن لعبة تبيها. طيب خلينا نشيك مثلا على الألعاب الأندي، لاحظ ألعاب الأندي نيو هذه اللي توها نازلة الآن، شوف في تخفيضات عليها 50%، وهي موجودة في الصفحة الأولى في توب سيلرز مثلا، مبيعات فقط في قسم الأندي جيمز. لاحظ كيف يرتب لك الوضع عشان تختار الألعاب المناسبة للنمط اللي تبيه. لاحظ كامينج سون اللي بتنزل، ولاحظ عليها تخفيضات، يعني هذا اللي بتنزل بعدين، ممكن انت مجهز انك تشتري لعبه، بس اتوقع التخفيضات هاي ما لها دخل في التخفيضات الصيفيه، يعني هي تجي بعض الاحيان كذا مع الطلب المسبق للعبه. والسبيشال زي ما قلنا ترجع لها وتشوف هذه، تبحث عن اللعبه في الاندي، اي شيء يجذبك، الاسم يجذبك كذا، قد سمعت عنها، قد تكلموا عنها زي كذا. لاحظها 90% لها لعبه، 90% خصم، كانت 9 دولار صارت اقل من دولار. خلينا نفتح عليها الان 78، تقدر تشيك على لاحظ 2400، وسووا لها يعني زي ما تقول مدحوها لأصدقائهم. تقدر تشيك، لاحظ واضح انها لعبة الغاز، تقدر تشيك، طبعا ما حطوا حتى فيديو هنا، خذ الاسم عطوه على اليوتيوب وشيك على الوضع، اقل من دولار، يعني دولار اللي هو دولار ب 3.85 تقريبا، 3 ريال و85، فتقدر تشيك وتشوف تناسب ابد. هذا هو، هذا لما اقول لك انه فعلا تبحث العاب من هنا من القسم هذا، ترى اذا شفت الصفحه الاولى وما لقيت العاب اللي تبيها شيك من هالقسم افضل لك. يعطيكم العافيه، هذا اليوم يعني 12 دقيقه بعد ياخذ الوقت، دائما نحاول بس نفيد ونستفيد منكم بعد من توجيهاتكم وغيرها. فهذا اللي عندنا اليوم، ان شاء الله نتقابل في اليوم ايضا، هذا هو نحاول نجمع يومين عشان ما نثقل عليكم، وايضا غيابنا اكيد ما حد بيفكر فينا ولا حد بيشتاق لنا، يعني شيء طبيعي، ما بس حبينا نقدم دائما، احب اخدم بقدر المستطاع، لو واحد فقط يعني يستفيد من الفيديوهات اللي اقدمها هذا يكفيني صراحة. نشوفكم على خير ان شاء الله. للمعلومية مسوي فيديوهين جديد اليوم عن لعبتين، واحدة لعبة اندي دولار ونص تقريبا، ممتعة جدا والغاز حلوة، تقييمها حتى عالية، واللعبة الثانية لعبة جديدة شوفوها الآن في القناة، مسوي لها فيديو ريفيو كامل، أو زي ما تقولون مراجعة. يعطيكم العافية، نشوفكم على خير إن شاء الله، كان معكم أبو خالد.